رند، العالم كلها تسألني انت ليش ما تعرف كردي؟ مو زوجتك امها كردية؟ انت لازم تتعلم كردي، اعطيني كلمات اساسية. اوكي يعني. اول شيء تشوني باشي، يعني شلونك؟ زين. جبكم تشيكير. اوكي. ثاني شغلة، مثلا اذا شفت بنية تقول لها من جنم هي. من جنم هي معناها انه شلونك؟ زين، يعني زينة شخبارك. ثاني شغلة تقول من جنكمم. جنكمم خوش. خوش اوي. من جنكمم خوش اوي. يعني شنو معناها؟ يعني معناها تشرفت بيك. هاي للبنات. اوكي. اخر شيء مثلا تقولها مع السلامة تقول لها لاتشو لبر تشاوم. لابر تشوم. لاتشو. لاتشو لبر. لبر تشاوم. تشاوم. لابر تشو. لاتشو لبر تشاوم. اوكي. هاي شو؟ يعني مع السلامة باي. ليش حاسد كذابة؟ لا مو كذابة اصلا، خليك كتبوا لك الكراد. رند. يلا رجعنا الجزء الثاني بالكردي. اوكي. اريد تتعلميني حتى من تصير مشكلة بيني وبينك احكي ويا امك بالكردي. شعلمك. اول جملة. رند تدور مشاكل. بالكردي؟ رند كيشا دروسناكا. رند كيشا دروسناكا زور عقلة. عقلة شنو؟ لا مو بالكردي، مشكلة يعني عقلة. اوكي. رند كيشا دروسناكا زور عقلة. زين. ورند عصبية. رند قد تورا نابي. رند قد تورا نابي. تورا نابي. اوكي. يعني رند دائما عصبية. زين. انت جبتيها واني ابتليت. تريد تقولي شي لمي؟ تقول قربان تان بم رند بومن تان هنا. قربان تان بم. تان بم. رند. رند بومن. بومن تان هنا. تان هنا. قربان تان بم رند تان بومن هنا. قربان تان بم. قربان تار بم. هو ايه بس اكيد مشاكل ترى. لا اكيد. اكتبوا لي بالتعليقات اذا رنت تكتب تحكي لي هذا الحكي صحيح، لا تسوي له وتطلع من عندها سوالف من نا 100%.